شرف كبير لي أن يكون موجود معكم بافتتاحية هذا المهرجان، وبعتبرها مسؤولية كثير كبيرة. إن شاء الله يا رب تبقى مصر أم الدنيا، وبتبقى مصر بوابة الحضارة لكل العالم العربي، ونحن أقوى من الإرهاب، ونحن دائما رح يضل بلدنا العربي عامر بمحبتكم ووجودكم الطيبة. أهلا وسهلا فيكم جميعا، باسمي وباسم الفرق المسيب نرحب فيكم جميعا.